نستنكر وبشدة العمليات القمعية التي حدثت في اليومين المؤخرين من إصابات مباشرة. تعرض لها الثوار في ساحة التحرير باستخدام الأسلحة المخصصة للصيد وعمليات الحرق والتخريب التي طالت خيام الاعتصام. ثانيا، إننا نؤكد رفضنا لمرشح الأحزاب محمد توفيق علاوي كونه مرشح توافقي خاضع للمحاصصة ولا يمثل تطلعات ساحات الاحتجاج، قاصدين بذلك كسر إرادة الشعب. ثالثا، ضرورة الالتزام بالمواصفات التي قدمتها ساحات الاحتجاج واختيار شخصية تحظى بمقبولية من قبل الشعب كونه الكتلة الأكبر. رابعا، الإسراع بإكمال جميع فقرات قانون الانتخاب والمصادقة عليها وتهيئة الأجواء المناسبة لإقامة الانتخابات المبكرة بإشراف أممي ليتسنى للشعب اختيار من يمثله في مجلس النواب قولا وفعلا. خامسا، والنقطة الأخيرة، إذا حصلت مماطلة وتسويف في مطالبنا بالأيام المقبلة سيكون تصعيدنا شامل لجميع المحافظات، تصعيد سلمي. طلاب ومعتصمي جامعة القادسية، ومن الله التوفيق.